عندما نفكر في الكلاب البرية عادة ما نتخيل روحهم الشجاعة ومثابرتهم من أجل البقاء، لكن عندما تواجه تمساحا عملاقا فهل تتراجع هذه الكلاب؟ بالطبع لا، الكلاب البرية هي واحدة من أصعب الحيوانات في البرية، وهي مستعدة لمواجهة أي متحد بغض النظر عن الحجم أو القوة. عندما يتعلق الأمر بالكلاب البرية والضباع التي تواجه غزال الإمبالا، فلا عجب لماذا أصبحت هذه الحيوانات مشهورة جدا بين محبي الطبيعة. هناك سحر معين يتم إطلاقه عندما تجتمع هذه المخلوقات البرية في السفانة الأفريقية. يحيط الإمبالا كلاب برية من جانب وضباع فتاكة من جانب آخر، يا له من موقف لا تحسد عليه. فالكلاب البرية حيوانات مفترسة قوية وذكية، إنهم سادة الصيد الجماعي، ويستخدمون مكرهم وسرعتهم لخداع فريستهم. وعلى الجانب الآخر ضباع تستطيع سحق العظام بفكيها القويين، وبينهما تقع غزال الإمبالا، وهي رشيقة وسريعة وتعتمد على رشاقتها وجمالها لتفادي الحيوانات المفترسة. مشاهدة هذه الحيوانات هو أمر مثير للإعجاب. عند الاقتراب من التمساح سيستخدم الكلب البري ذكاءه وشجاعته لخداع حيوانه المفترس. ستستخدم خفة حركتها وسرعتها لتفادي الهجمات المحتملة والهروب منها، أو حتى لشن هجوم مفاجئ من تلقاء نفسها. ستدور الكلاب البرية حول التمساح لإرباكه وخلق ثغرات لضرب التمساح من جهات مختلفة. يظهر هذا مستوى التنظيم والاستراتيجية النادر بين الحيوانات في البرية. تهرب غزال الإمبالا عبر البحيرة، وتبدأ الكلاب البرية بملاحقتها بالالتفاف حول البحيرة. ويبدو أن غزال الإمبالا تتخذ البحيرة منقذا لها. ولكنها تقع بين أفراس النهر والتماسيح، فمن سيء إلى أسوأ. وهنا يلاحقها أحد التماسيح وتصبح غداء لذيذا له. وفي هذا المقطع تطارد الكلاب البرية قطيعا من الجاموس، وتستطيع الانفراد بصغير من الجاموس وتبدأ في التهامه. تحاول الأم الجاموس الدفاع عن صغيرها بين هذه الكلاب وتلك، ولكنه قطيعا ضخما من الكلاب. وتبدأ الكلاب البرية في صيد آخر ومغامرة أخرى مع حيوانات النوم، ويبدأ الهرج والمرج، وتستطيع الكلاب فصل أحد حيوانات النوم، ويبدأون في تناول وليمتهم.
وهذه مغامرة أخرى للكلاب البرية في مواجهة أحد الغزلان الذي لم يأخذ وقتا كثيرا حتى أصبح وليمة لهم. يبدو أن الكلاب البرية لا تنفك عن صيد الفرائس لطعام القطيع، وهذا قطيع آخر من الكلاب البرية الذي يستطيع صيد أحد الغزلان الذي لا يأخذ وقتا كثيرا بين فكوك تلك الحيوانات. وفي هذا المقطع تصبح الكلاب البرية فريسة للتماسيح، حيث يتمكن أحد التماسيح من سحب أحد الكلاب إلى المياه ويبدأ في افتراسه هو ورفاقه على الفور.